معه زيغال يا بني إني أرى في المرام أني أذبحك. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حمدتكم بين عبادك فيما كانت يا آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت الذي أحياها يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا عظم يرضى بالله أما يدي من أيام القيامة من المجد منها بما دمرنا بزير شرع لكم من الدين ما وصى به نوح هو الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيم الدين ولا تتفرغوا فيه كبر على مشكلة ما تنوم يا إله والدليل ما يشاء ما يريد وما تفرغوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين فاستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إلى السماء عند ملاهي وسماء سبحان الذي ذكر لنا هذا ما كنا له مقنعا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يدعوا أيام الآخرة يقيم بما كانوا يزعمون إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها وثم الذين ساعت إن ثم عذابنا وما نحن بمتابعين أما الذين كفروا على النار أذبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم في الظلام على الساعة هذا